استقبلت شواطئ مدينة العقبة السفينة لوغوس هوب التي تحمل على متنها أكبر مكتبة عائمة في العالم، وفتحت أبوابها للجمهور. وتوقع مدير مشروع المكتبة العائمة في الأردن أن تستقبل سفينة هوب 60,000 زائر، وذلك بهدف نشر المعرفة والأمل في كل ميناء تزوره. ومعنا عبر الهاتف من العقبة مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. ما مدى أهمية تواجد هذه المكتبة، أكبر مكتبة عائمة في العالم بالعقبة حاليا؟ صباح الخير. بالفعل يعني أجزم بأن أتحدث عن ثلاث حقائق تؤكد الأهمية لهذه السفينة. أولها بأن العقبة ميناء بحري سياحي يستقبل كافة الأنشطة والسفن والتي لا يمكن تجاوزها في أي برنامج من برامج مشغلي هذا القطاع بمختلف أهدافه. ثانيا، وصول هذه السفينة أرى بأنه يؤكد بأنها أداة تسويقية عالمية من خلال نقل طاقم السفينة الموجود على متنها تجربتهم وما يعيشونه أو سيعيشونه في العقبة والمثلث الذهبي خلال تجوالهم في موانئ العالم، وهم يمثلون نحو 65 جنسية. ايضا وصول هذه السفينه ارى بانه يعزز مفهوم تنوع المنتج السياحي في العقبه كمدينه نابضه بالحياه والفعاليات ودفء الضيافه فيها. نعم، طب ما هي مواعيد الزياره لهذه المكتبه، والى متى ستبقى ايضا هذه السفينه متواجده في العقبه؟ كما اعلنت انت سابقا بانه هذه السفينه بالفعل منذ اليوم ستبدا باستقبال زوارها ومحبي القراءة والثقافة في المملكة الأردنية والعقبة على وجه الخصوص، اعتبارا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساء بشكل يومي باستثناء يوم الأحد ستكون عطلة لطاقم هذه السفينة. تستمر السفينة بوجودها في العقبة حتى منتصف الشهر القادم، 15/2 ستغادر السفينة ميناء العقبة السياحي. نعم، طب ما الذي تحويه هذه المكتبة؟ نريد أن نعرف تفاصيل أكثر عن ماذا يوجد في داخل هذه السفينة، وأيضا كم يبلغ عدد أفراد الطاقم العاملين في المكتبة؟ أفراد الطاقم يصل إلى 400 متطوع. نعم. جميع الموجودين على متن هذه السفينة متطوعين من 65 جنسية مختلفة، تقريبا يصل إلى 5,000 موضوع متنوع في الثقافة والاقتصاد والاجتماع و كافة أنواع العلوم والتي سترفد باحثين عن المعلومة والتجديد فرصة في الوصول إلى هذه المعلومات. نتحدث على ما يزيد عن 800,000 كتاب تحويه أروقة ومكاء ورفوف هذه المكتبة. بإذن الله ستكون قيمة علمية جديدة يمكن الاستفادة منها من خلال كثير من الطلبة، سواء طلبة المدارس وهم في عطلة الآن، إلا أنه سيشجع هذا الحكي بزيارة المكتبة. أيضا سيستفيد منها طلبة الجامعات الباحثين عن بعض المواضيع الجديدة التي ترفد مواضيع رسائلهم العلمية بتفاصيل هم باحثين عنها قد لا يجدونها في بعض أرفف المكتبات الأردنية. نعم، طب كيف تم الترتيب لإحضار هذه المكتبة إلى العقبة، وما هي أيضا البرامج التي تم إعدادها خلال فترة رسو الباخرة في العقبة؟ الترتيب مقسوم إلى ثلاث أقسام. في ترتيب كان لوجستي من خلال الوكيل الملاحي، وهذا كان مباشرة مع السفينة وهي تمثل إحدى المؤسسات العالمية الغير ربحية. ايضا كان في ترتيب يعود الى مالكي هذه المؤسسه في برنامج زياراتهم الى كثير من الموانئ في العالم، ويتم اختيارها بعنايه شديده وحسب اهميه هذه الموانئ. يعني هذه السفينه قدمت من مصر وكان يزورها نحو 10,000 شخص يوميا، وكان سابقها في لبنان وكان يزورها ما يزيد عن 4,000 شخص يوميا. ستستمر في جوله الى جيبوتي ومن ثم الى الامارات العربيه، فهو برنامج يعود إلى خطط السفينة في جولاتها حول العالم. برامجها هناك نوعين أيضا من البرامج. في برامج سيقدمها طاقم السفينة بعرض لوحات فنية من دولهم
تعكس ثقافتهم وتاريخهم في كل هذه الدول والجنسيات اللي تمثلها. أيضا هناك برامج تم إعدادها من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، سواء من إجراءات الوصول وتسهيل وتسويق هذه المكتبة العائمة حتى تكون نقطة جذب أساسي، وتأتي أصلا ضمن كرنفال الدفا الجنوبي والذي سيعزز أعداد زوار العقبة. سيكون هناك برنامج زيارة إلى البتراء ووادي رم بالإضافة إلى جولات العقبة وحضور فعاليات الكرنفال. هناك لوحات فنية استقبلتها بالأمس أولى هذه اللوحات وتمثل تاريخ العقبة وموسيقى العقبة من خلال السمسمية. أيضا هناك سيكون ورشة لتدريب الخط العربي لغير الناطقين باللغة العربية من إحدى الخطاطين المميزين السيد ياسر جرابعة. أيضا سيكون في إشهار لكتاب مسارات الأردن السياحية على متن هذه السفينة للصحفي عبد الرحمن عرجان. هناك تنسيق لوجود متطوعين اثنين من أبناء العقبة البقاء على السفينة ويمكن مشاركتهم أو مساهمتهم في السفر أيضا خلال المرحلة القادمة. أيضا وزارة الثقافة مشكورة وبالتنسيق أيضا مع مديرية أوقاف العقبة تم رفض هذه السفينة بمجموعة من الكتب التي يمكن أن تستمر في البقاء عليها خلال جولتها إلى المدن والعالمية. شكرا جزيلا، كان معنا عبر الهاتف من العقبة مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، شكرا جزيلا لك.